عايزين حتى لا تتكرر الاصابه. طب انا بقى خفيت خلاص اعك بقى، يبقى شيبسي وكولا وشوكولاته ولب وعك. لا، ايه بقى اللي المطلوب اعمله؟ اولا لازم اتجنب السهر. عايز تبقى انسان عظيم، فيش التهابات ايدين ورجلين ولا بتموت، تنام بدري، تسهر ومروحه وتكييف وماسك المحمول وعت اهلك سودا مالكش علاج. واحنا ربنا بيبحبح لنا شويه، ليله اتنين تلاته بعد كده نصوت ونجري على المستشفيات، نصوت ونجري على المستشفيات. يا عم سامي الله ونام بدري، وفي عيال اولاد وبنات كده مغيبين، انت بتنام الساعه كام يا ابني؟ انا بنام بعد الفجر. ليه يا ابني؟ ليه يا بنتي؟ اهو ربنا اداني صحه وادانا نور، وبعدين النور ما بيقطعش عندنا. النور بيقطع عندنا لكن عندهم ما بيقطعش، فهو بيضطر قاعد لغايه لما النور يقطع.